بعد اعتماد الإجازة في نظام موارد، يتيح النظام لك أيضا التحديث على الإجازة، وذلك إما تغيير تاريخ البداية حيث يجب أن تكون لم تبدأ الإجازة بعد لنتمكن من تغيير تاريخ البداية، وأيضا يسمح لك بتمديد الإجازة في حال لم تنتهي بعد، وأيضا بإمكانك قطع الإجازة. نقوم بالضغط على زر التحديث، ستظهر لنا صفحة تحديث الغياب، نختار سبب التعديل، نبدأ الآن بتغيير تاريخ البداية، نقوم باختيار تاريخ البداية الجديد، ومن ثم تعديل تاريخ النهاية الجديد، ونقوم بالضغط على زر احتساب المدة ليقوم باحتساب المدة مجددا. بعد ذلك نقوم بالضغط على زر التالي، ستظهر لنا صفحة المراجعة، يظهر فيها البيانات القديمة والبيانات الجديدة. أيضا بإمكانك الاطلاع على رصيدك عن طريق عرض رصيدة الاستحقاق بوضع المؤشر عليها، ومن ثم الضغط على إظهارها، ويظهر لك الآن المعتمد الأول والمعتمد الثاني. بعد ذلك نقوم بالضغط على زر التنفيذ بعد التحقق من البيانات لتقديم التغييرات للاعتماد. بعد اعتماد الإجازة سيصلك تبليغ باعتماد التعديلات التي قمت بتقديمها. نقوم بالضغط على زر موافق لإغلاق التبليغ. أيضا عند العودة لصفحة إدارة الإجازات نلاحظ ظهورها بالتعديلات الجديدة.